انا عندي انيميا على طول. ايه الحل؟ عندك انيميا على طول. تمام. طب بصي، خليني في البدايه. طبعا انا عندي على اليوتيوب يعني اعتقد ما لا يقل عن 11 فيديو بتكلم فيه عن الانيميا، بس لان تعتبر الانيميا من اكتر الحاجات اللي بنقابلها في العياده. شخص بيجي لي: يا دكتور انا عندي دوخه مستمره، صداع مستمر، ارهاق مستمر، تعب من اقل مجهود، احيانا ضربات قلب، نعمل تحليل صوره الدم الكامله يطلع النتيجه بتاعتنا مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا، وكنتيجة للمايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا نبدأ نشوف ايه سبب الانيميا اللي موجودة عندنا. هل مثلا عنده مشاكل، مثلا تقرحات في المعدة هي سبب في الانيميا اللي موجودة عندنا؟ هل عنده تاريخ مرض الديدان في الامعاء هي سبب في الانيميا اللي عندنا؟ هل عنده والعياذ بالله بعض انواع السرطانات هي سبب في الانيميا اللي عندنا؟ هل هي الست دي حامل وكنتيجة للحمل هي سبب في الانيميا اللي عندنا؟ بعد معرفة السبب بنعالج السبب، ومع علاج السبب بنديله اقراص الحديد، ومع اقراص الحديد بنديله فيتامين ب 12، ومع فيتامين ب 12 بنديله الفوليك اسيد او حمض الفوليك. الثلاث حاجات دول بنضيف ليهم للاطعمه اللي بتساعد في علاج الانيميا. طب يا دكتور احمد، الاغذيه اللي بتساعد في علاج الانيميا، بنخليه يركز بقى، بنعمل له نظام غذائي يبقى طبعا صحي متوازن متنوع متكامل بيحتوي على كافه العناصر الغذائيه، ومع ايضا النظام الغذائي المتكامل نقول له بنحط له في من ضمن الغذاء المتكامل هذه الاغذيه. ايه الاغذيه بقى اللي بتحتوي على عنصر البتنجان، العسل الاسود، اللحمه الحمراء، بتنجان، العسل الاسود، اللحمه الحمراء، الهندباء، نقدر نقول السبانخ ايضا تحتوي على الحديد. نقدر نقول نركز في الاغذيه اللي بتحتوي على عنصر الحديد مع اقراص الحديد وفيتامين ب 12 والبتاع، على حسب نسبة الهيموجلوبين اللي موجودة عندك في التحليلة اللي انت عملتيها وعندك كنتيجة ليها. عندنا انيميا على طول بنحدد الجرعة نمشي عليها لفترة معينة من الوقت بحيث ان احنا نضمن ان احنا نتعالج بشكل تام من الانيميا، ونحاول قدر الامكان ان احنا نظبط الاكل بتاعنا ونمط الحياة الغلط بتاعنا، وننام بدري ونصحى بدري ونبعد عن المشروبات الغازية والشاي والقهوة والنسكافيه والحاجات اللي بتسبب نقص في يعني ممكن الافراط فيها يسبب لينا انيميا. وطبعا مع اهم حاجه من الحاجات ديت نركز برضو على اطعمه. لو احنا بناخد مثلا اقراص الحديد بنقول له يا جماعه بنحط في النظام الغذائي اغذيه بتحتوي على فيتامين سي، لان فيتامين سي بيساعد في امتصاص الحديد بشكل كويس. علشان نستفيد من اقراص الحديد ونستفيد من الاكل اللي فيه حديد محتاجين فيتامين سي. طب ايه الاطعمه الغنيه بفيتامين سي؟ البرتقال، الفراوله، الفلفل الاحمر، الكيوي، الجريب فروت، البروكلي، اليوسفي، الطماطم، كل هذه الاشياء مثلا نقول ان تحتوي على فيتامين سي نحاول قدر الامكان تبقى موجوده معانا مع البروتوكول العلاجي اللي انا قلت لك عليه لو احنا عندنا انيميا. شكرا يا دكتور. الله يبارك فيك، الله يكرمك. شكرا ليك على المشاهده للنهايه، ما تنساش تشترك في القناه علشان ننشر المحتوى النافع. مع السلامه، خلي بالك من نفسك.